بعض المنافقين نهضر معاهم يقولوا علاش ما داش هذا علاش دا هذا صافي البلاطو ما تكلموش قولها في البلاطو في بلاطي هذا انسان بشر قول اعطي رايك ما تعطيش الراي تاع الفيسبوك اكبر اكبر مدربين في العالم جبل جبل بالبادي ليون فورس او بوزيسيون فورس ما تجيبش تهضر ماشي من حقك ما تجيبش كريم ما هو دور المحلل وما هو دور الناقد وما هو دور اي مسير في عدم الانتقاد اي خيارات ربما تقدم رايك تمد راي وقال لماذا هذا ولماذا هذا لا امر عادي هذا يعني لا لا بس عندنا ثقافه الديمقراطيه بصح اكتويال ما واحد ما يقدر يهضر بوزيسيون دو فورس تحب ولا تكره انا جاك يا سي على بوزيسيون دو فورس وانت لو كان عندك راي ما تمدوش كريم تمد راي خليك كمل كاكا اسمح لي مصطفى تفضل تمد راي تمدو دون فاسون كيش يقولوا افيك اون ديبلوماسي صح فهمتني لازم تكون انتيليجون باش ما تجر باسكو علاه لي ريزلتون هما اللي يهضروا جمال بن مادي لي بوزيسيون دو فورس تحبوا لا تكره وجاب البلوس الفريق الوطني تحبوا هادي نفرغ منها وين كنا نتخبطوا الايامات اللي فاتوا واللي عاد المنتخب من بعيد عاد المنتخب من بعيد. بالنسبه